أهلا وسهلا فيكم. وطبعا أول خبر عندنا عن برنس الغناء ماجد المهندس واللي قاعدة تحقق أغنيته الجديدة وعرفتك، نجاح كبير من بعد أيام على طرحها، وتخطت الأغنية 15 مليون مشاهدة. الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ وألحان وليد سعد. أغنية طبعا أكثر من رائعة، وزي عادة الفنان ماجد المهندس يقدم أغنياته، وهذه الأغنيات اللي يقدمها تحقق دائما جماهيرية كبيرة وإقبال كبير. ويمكن الخبر الثاني عندك هاني عن من البرنس إلى القيصر كاظم الساهر، اللي تعودنا كمان أنه يطلع أيضا بحضور كبير ولافت في أغاني. إيش الخبر اللي عندك هاني؟ الخبر يا طويل العمر، طبعا شارك ونشر الفنان كاظم الساهر تغريدة أو منشور العلاقة بمهرجان الغناء بالفصحى، وهو من تنظيم وزارة الثقافة في الرياض. هذا المهرجان راح يكون ابتداء من يوم الغد، وراح يحكي يعني يحيي عدد كبير من المغنين، وراح يقدمون أغنيات وقصائد مغناة بالفصحى احتفالا بتراث وغنى اللغة العربية. ويمكن يعني فنان كاظم الساهر من أشهر الفنانين اللي صحيح. غنوا بالفصحى. في شيء يجي في بالك أقرب شيء؟ زيديني عشقان، هل عندك شك؟ هل عندك شك؟ المحكمة، أكرهها، يعني كثير أغاني وتطبع في الذاكرة طبعا. مع أنه الكلمات شوية يعني ثقيلة في هذه الأغاني صحيح. ولكنها طابعة في ذاكرتنا. أنا كثير أحب أغاني القيصر باللغة العربية الفصحى. وكمان نشرت الفنانة ياسمين صبري صور جديدة، هي الأولى لها منذ إعلان انفصالها عن رجل أعمال أحمد أبو هشيمة، وكتبت على الصور اللي التقطتها في أحد المنتجعات وسط الطبيعة في جزر موريشوس حيث تقضي فيها حاليا بعض الوقت. صباح الخير من عالمنا الجميل. طبعا ياسمين صبري تزوجت رجل أعمال أحمد أبو هشيمة في عام 2020، واستمر زواجهم عامين، وخلال هذه الفترة قدمت عمل واحد وهو مسلسل فرصة ثانية اللي عرض في رمضان و2020. طبعا طلاق ياسمين صبري سبب ضجة كبيرة، منها أنه الناس صاروا يقولون أنه بيتزوج أحد ثاني، ومنها يعني مستحقاتها اللي أخذتها يعني بعد كثيرة، يعني كثيرة. ولكن هي طلعت وقالت أنه أنا ما أخذت شيء وأنا تنازلت عن جميع حقوقي، والحين تقضي إجازتها. و يعني النصيب دائما يقطع العلاقات، فعشان كذا ان شاء الله تستمتع باجازتها وترجع وهي مبسوطه ونفسيتها زينه.